ست أبراج لا يستحقون صداقتك. الصداقة الحقيقية هي تلك التي يكون فيها الصديق موجودا لك في الأوقات السعيدة والصعبة، ويقدم لك الدعم والإرشاد في كل الظروف. وبالرغم من أن هناك بعض الصداقات التي تدوم مدى الحياة، إلا أن هناك أخرى تتلاشى بمرور الزمن. في هذا السياق سيساعدك هذا الفيديو من قناة ريوش تي في على التعرف على صفات الأبراج التي تفتقر إلى مفهوم الصداقة الحقيقية ولا تستحق الثقة. هذه هي الأبراج الستة التي لا تستحق صداقتك. قبل المواصلة لا تنسى الضغط على زر الشكر أسفل الفيديو لتقديم الدعم المالي من أجل مساعدتنا على الاستمرار في نشر المحتوى الهادف والمفيد والممتع لك. كذلك يمكنك دعم القناة عن طريق الضغط على زر الانتساب والاشتراك بإحدى خطط العضويات التي توفر لك الكثير من الميزات والهدايا الخاصة بك أنت. البرج الأول على قائمة الأبراج التي لا تستحق الصداقة، برج السرطان. يبدو في المقام الأول مولود هذا البرج كصديق مثالي. إنه يتميز بالحساسية الشديدة والعاطفة العميقة. مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالصداقات، يظهر جانب آخر من شخصية السرطان. إنه يميل إلى إقامة صداقات مع الآخرين لأجل مكاسب شخصية، سواء كانت مادية أو معنوية. يبدو أن السرطان يرتبط بالأشخاص في حياته بناء على ما يمكن أن يحققه من فوائد من تلك العلاقات. إذا لم يحصل السرطان على تعويض مقابل جهوده في الصداقة، فإنه قد يفقد الاهتمام والارتباط بتلك الصداقة بسرعة. قد ينتهي به المطاف إلى تجاهل الأصدقاء الذين لا يوفرون له ما يحتاجه ولا يسعون لتحقيق مصالحه. هذا يعني أن الصداقات مع السرطان قد تكون مؤقتة وغير مستدامة إذا لم يشعر بالتقدير والتعويض المناسبين. على الرغم من مظهره الخارجي الذي يجعله يبدو صديقا مثاليا، إلا أن السرطان يميل إلى وضع مصالحه الشخصية في المقام الأول، وقد يعتبر الصداقة وسيلة لتحقيق أهدافه الخاصة. لذا قد يكون من الصعب على الآخرين الاعتماد على السرطان كصديق حقيقي ومخلص في المواقف الصعبة والجيدة على حد سواء. البرج الثاني على قائمة الأبراج التي لا تستحق صداقتك، برج الثور. برج يواجه تحديا رئيسيا في الصداقات، حيث يعاني من عدم القدرة على الوفاء بوعوده. يتردد الثور بشكل دائم ولا يستطيع تحقيق ما يعده للآخرين بغض النظر عن العواقب الناتجة عن ذلك. في بعض الأحيان قد يصل الثور إلى مرحلة يخون فيها الثقة ويتصرف ضد الآخرين إذا اعتقد أن ذلك يخدم مصالحه الشخصية. لا يتيح الثور لأي صديق أن يشعر بالأمان للحظة واحدة، فهو يضع الآخرين في حالة تأهب دائمة وعدم استقرار، وذلك لأنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته بالضبط. يعتبر الثور أحياناً الصداقة وسيلة لتحقيق مصالحه الشخصية، وهذا يصنع بيئة غير مستقرة وغير موثوقة للصداقة. بالرغم من تلك الصعوبات، يجب أن نذكر أن هذه الصفات ليست سمة ثابتة لكل الأفراد المولودين تحت برج الثور. فهناك تنوع في الشخصيات والسمات بين أفراده، ويمكن أن يكون للثور صداقات قوية ومستدامة في حال تحقيق التوازن والنمو الشخصي.
البرج الثالث على القائمة برج العذراء. يتمتع العذراء بمجموعة فريدة من المعايير العالية لاختيار أصدقائه، فهو يضع معايير واضحة ومثلى للتحقق مما إذا كانت الشخصية الأخرى تستحق صداقته أم لا. يميل العذراء إلى وضع أصدقائه تحت اختبارات وتحديات لتقييم مدى قدرتهم على الوفاء بهذه المعايير. إذا اكتشف أن العلاقة أصبحت مملة أو لا تناسب توقعاته، فإنه يقرر بسرعة ودون تردد الانفصال عن الصداقة والسعي قدما في حياته. العذراء يميل إلى إنهاء صداقات طويلة الأمد بسهولة نسبية، حيث لا يرى في ذلك عائقا كبيرا. تكون قراراته مدروسة ومنطقية، ويفضل أن يبقى في علاقات خالية من التعقيدات. والأمر الأكثر صعوبة هو أنه لا يتأثر كثيرا بانتهاء الصداقة، فهو يميل إلى التركيز على الجوانب الإيجابية في حياته والبحث عن علاقات جديدة تلبي تطلعاته. على الرغم من ذلك، يجب أن نذكر أن هذه الصفات ليست ثابتة لجميع الأشخاص المولودين تحت برج العذراء، وكما الثور هناك تنوع في الشخصيات والسمات، ويمكن للعذراء أن يكون لديه صداقات قوية إذا تم توفير التوازن والتفاهم والتواصل الجيد بينه وبين أصدقائه. البرج الرابع على قائمة الأبراج التي لا تستحق الصداقة برج العقرب. برج يميل إلى الابتعاد بسرعة عن الصداقات عندما تتحول العلاقات إلى مستوى أعمق يتطلب الارتباط العاطفي وتقديم الدعم المعنوي للآخرين. يعد العقرب الصديق الذي يكون متواجدا دائما عندما لا تحتاجه، لكنه يختفي تماما عن الأنظار عندما تحتاج إليه بشكل حقيقي. يميل العقرب إلى الاحتفاظ بعلاقاته سطحية، حيث لا توجد التزامات واجبة تجاه الآخرين. بشكل عام، يعكس العقرب حاجته إلى الحفاظ على حدوده الشخصية واستقلاليته. قد يشعر بالاختناق عندما يظن أنه مكلف بالتزامات ومسؤوليات كبيرة في الصداقات، وبالتالي قد يميل إلى الابتعاد أو التراجع عندما تغدو العلاقات مكلفة بشكل مفرط. وهاكم البرج الخامس على القائمة، برج الجدي. يتسم الجدي عموما برغبته في عدم الارتباط العميق بشخص معين أو مكان محدد، سواء في علاقاته العاطفية أو صداقاته. يكون على استعداد للتعامل مع علاقات سطحية وعابرة ومؤقتة، ولكنه ليس تماما على استعداد للاحتفاظ بصداقات طويلة الأمد. يتقبل الجدي فكرة الصداقة ويروج لها، ولكن عندما يجرب الالتزام الحقيقي ويجد أن الصداقة تتضمن التزامات ومسؤوليات، يغدو مترددا ويبتعد. بشكل عام، ينبع احتياط الجدي وتردده من رغبته في الحفاظ على استقلاليته وحريته الشخصية. قد يشعر بأن الالتزامات العميقة تقيده وتعيق حركته، وبالتالي يفضل الابتعاد والحفاظ على حدوده الشخصية عندما يشعر بضغوط الالتزامات الطويلة الأمد. البرج الأخير على قائمة الأبراج الستة التي لا تستحق صداقتك، برج الدلو. يتميز الدلو بأنه لا يدعي الإخلاص وبعدها يخون الثقة، بل إنه يقوم منذ البداية بتحديد حدود الصداقة بشكل واضح. الدلو يعيش في عقله عالما خياليا، يتخيل فيه وجود العديد من الأصدقاء الذين يشبهونه ويراعون توقعاته تماما، ومع ذلك في الواقع والحقيقة
يتعرض الدلو لصعوبات في التواصل مع الآخرين والتعبير عن مشاعره وحتى الالتزام بما تتطلبه الصداقة. قد يجد الدلو صعوبة في التواصل العميق مع الآخرين بسبب طبيعته الاحتفاظية والمستقلة. قد يكون لديه احتياج للحفاظ على مساحة شخصية وحرية في حياته، مما يؤثر على قدرته في بناء صداقات قوية ومتينة. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد صعوبة في التعبير عن مشاعره بصراحة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم فهمه بشكل صحيح أو عدم تلبية احتياجاته العاطفية. إذا كنت تتعامل مع صديق دلو، فقد تحتاج إلى إظهار التفاهم والصبر تجاه تلك الخصائص الفريدة لشخصيته وإعطائه المساحة التي يحتاجها للتعبير عن نفسه. اكتب لي في خانة التعليقات أسفل هذا الفيديو، ما هو البرج الفلكي الذي تنتمي أنت إليه؟ وهل تعتبر نفسك من الناس الذين يستحقون الصداقات؟ أم أنك واحد من هذه الأبراج التي يقول المنجمون أنها لا تستحق الصداقات أبداً؟